السلام عليكم البنات، لاباس عليكم. اليوم ان شاء الله هاد لا فيديو خصيصا للنساء اللي كاينين فتره الرضاعه، يعني المرضعات بصفه عامه. كاينين بزاف ديال النساء تيرضعوا وتيقولوا لي انا ول عندنا عندي مشكل، يا اما في الحليب تيكون قليل، يا اما تيحسوا بداك العياء بداك لا فاتيك، يا اما تيجيهم اكتئاب من بعد الولاده، يعني فتره الرضاعه، يا اما الشعر نتاعهم تيكون تساقط، الظفر ديالهم تيتهرسوا، اللون ديال البشره نتاعتهم تيكون شاحب. يعني هاد المسائل هادو بزاف فتره الرضاعه تيعانيو منهم بزاف ديال النساء للاسف، خاصه النساء اللي ما تتكونش عندهم لابيتي، اللي ما تتكونش عندهم الشهيه للماكله، اللي ما تيكونوش تياكلوا مزيان، ما تياخذوش الفيتامينات، ما تياخذوش المعادن اللي تيحتاجوها في الذات، باش هكا تعاونهم على البشره ديالهم وتعاونهم على زياده الحليب وتعاونهم على بزاف ديال الحوايج. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد المكمل غذائي وهو فريغنيكاغ. هاد فريغنيكاغ راه هو تقريبا معروف عالميا. فريغنيكاغ فيه بزاف ديال الانواع، فيه السيده الحامل، فيه السيده المرضعه، فيه بزاف ديال الانواع. انا دابا جبت لكم فريغنيكاغ اليتمون، يعني خصيصا للسيده المرضعه، سيده اللي تترضع. غادي نهضر لكم على الفوائد ديال هاد فريغنيكاغ والفيتامينات اللي فيه. فيه فيتامينات مهمه 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 جدا. اول حاجه تحتوي، نقول لكم اشنو لاش تيحتوي، اشنو تيدير لنا هاد فريغنيكاغ بالنسبه للسيده اللي خداتو. في اول حاجه واحد النسبه ديال الكالسيوم اللي مهمه بزاف للصحه ديالك والصحه ديال الطفل ديالك. يعني ملي تاخذي انت واحد الكومبليمون اليمونتير ولا التغذيه، راه كيف راك تستفدي منها انت، الطفل ديالك تيستافد منها اكيد. يعني تنعرفوا الكالسيوم مهم لنا بزاف لصحه العظام، مهم لنا بزاف للاسنان، مهم بزاف العضلات ديالنا والعظام والاسنان. يعني تنعرفوا الكالسيوم من الاشياء المهمه بزاف واللي ضروري خصنا ناخذوها، ولكن للاسف كاينين بزاف ديال النساء تشربوش الحليب بزاف، ما تاكلوش دانون، ما تاكلوش يعني الحوايج اللي فيها الكالسيوم ما تاخذوهاش. ثاني حاجه تحتوي لنا على الاوميغا، على حمض الاوميغا 3. الاوميغا 3 تنعرفوه تحسن المزاج ديال السيدات وتعاوننا اكثر شيء بالنسبه للتركيز، وتعاون في الذكاء ديال الاطفال. يعني ملي تاخذي انت الاوميغا 3 راه تيدوز للطفل ديالك، تتغذي ليه الدماغ ديالو. الاوميغا 3 وهو واحد الحمض اللي تيغذي لنا الدماغ ديال الانسان. اوميغا 3 يجنبك من داك الاكتئاب اللي تيكون بعد الرضاعه، يعني تيحسن المزاج ديالك. والا خديتي فريغنيكاغ اليتمون يعني تيغنيك على الاخذ ديال اي فيتامين، تيغنيك عليه لانه جمع لنا بزاف ديال الفيتامينات، انا غادي نذكرهم لك. كذلك مهم جدا للشعر ديال السيده المرضعه، تيوقف لنا التساقط ديالو وتيكثر لنا الشعر وتزيد من اللمعان ومن القوه ديالو وتعاونو في الطول كذلك. حاجه اخرى بالنسبه للاظافر ديال السيدات، يعني تيقوي لنا الظفار وتعاوننا في اللون ديال البشره. من بعد الولاده تنشوفوا على ان السيدات تيجيهم الكلف في بعض المناطق، اللون ديال البشره ديالهم ما تيوليش محد، تيولي عندنا في بعض ديال البلايص تيكون واحد بحال العنق، بحال تحت الاباط لوجه تيكون تيظهر لنا واحد البقع سوداء. هاد فريغنيكاغ فيه واحد الفيتامينات اللي تيعاونونا، انا نذكرهم لكم وغادي تعرفوهم حيت ديما تنهضر عليهم، حيت هما الاساسيين في توحيد ديال اللون ديال البشره. حاجه اخرى اللي مهمه ومهمه بزاف، ترفع لنا درجه ديال التغذيه ديالنا اللي تتعاون في انتاج الحليب للسيده المرضعه. يعني غادي يبان لها واحد الفرق كبير منين تاخذ، من قبل منين كانت تاخذه ومن بعد منين تاخذه، غادي يزيد لها الانتاج ديال الحليب، يعني غادي يزيد لها اضرار ديال الحليب. كاينين السيدات واخا تتكون عندهم ماكله قليله ما تيرضعوش، ما تيكونش فيهم الحليب، لا حاولي تعطي الدري ديالك. تنعرفوا على ان الرضاعه الطبيعيه وهي احسن حاجه، احسن من الحليب ديال الصيدليه، رانا ديما تنقولها. يعني لقيتي ترضعي الولد ديالك الرضاعه الطبيعيه راكي تتحميه وتتحمي نفسك من بزاف ديال، تتقوي ليه المناعه ديالو
وانتيا كذلك تتحمي نفسك بزاف ديال الامراض، خاصه سرطان الثدي اللي تعرفت الدراسات مؤخرا هو الحاجه الوحيده اللي تتحمي السيدات من سرطان الثدي وهي الرضاعه الطبيعيه. اليوم دابا غادي ندوز لكم الفيتامينات اللي فيه. اول حاجه فيه لا فيتامين دي، فيه لا فيتامين دي 3، واحد النسبه عاليه ديال لا فيتامين دي. فيه لا فيتامين او، لا فيتامين او هو اللي قلت لكم وفيه لا فيتامين سي. لا فيتامين او ولا فيتامين سي هو اللي قلت لكم تيوحد لنا اللون ديال البشره، تيفتح لنا اللون ديال البشره. فيه لا فيتامين ك، وللاسف هذا الفيتامين ك راه تعطوه للاطفال فاش يلا تيتزادوا على شكل امبول، ولكن مقطوعين فتره هذه راه بزاف. غادي تعرفوهم اي سيده ولدت مؤخرا غادي تلقى داك الفيتامين ك ما لقاتوش في الصيدليه اللي تيتشرب للطفل مره في الاسبوع. الا خديتي هذا الفيتامين راك تاخدي الفيتامين ك بواحد الدوزاج اللي زوينه بزاف. فيه لي فيتامين بي 1 بي 2 بي 3 بي 6 بي 12 بي 5. فيه البيوتين، البيوتين علاش قلت لكم للشعر؟ فيه البيوتين، تنعرفوا البيوتين مهم مهم بزاف لنا الشعر ديالنا. فيه الكالسيوم، فيه المغنيسيوم اللي تعاون على تحسن المزاج ديالك وما تخليكش تعصبي. فيه الزنك، فيه الكويفر، فيه السيلينيوم، فيه اليود، وفيه ميكس دي ديال معادن اللي مهمه بزاف بالنسبه للاخذ ديال. وغني غني اكثر حاجه باش غني هاد بلوميغا 3 اللي هي ويلد بواسون، زيت كيف تيعرفوها البنات زيت كبد الحوت، دي اش ا غني بالاوميغا 3 فيه 600 ميلي غرام، فيه دي اش ا 300 ميلي غرام، وفيه او بي ا 60 ميلي غرام، يعني دوزاج عاليه بزاف. الاوميغا 3 معروفه بزاف بزاف بزاف، تتحسن المزاج، تتعاوننا الطفل في النمو، تتعاون الطفل في 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 في, في يعني في الدماغ ديالو تيولي عنده واحد الذكاء، تتعاوننا في الذكاء، تتعاوننا في التركيز. غادي نقلب لكم الكاميرا باش تشوفوا الفيتامين اللي قدمت لكم اكثر واكثر. بالنسبه للاخذ ديالو تتاخذوا جوج حبات في اليوم. بالنسبه للفنيده ديالو غليظه شويه، يستحسن انكم ديروها وسط الاكل. فيه قلت لكم فيه الفير الزنك كلشي وسط الاكل. ولكن واحد النصيحه اخرى البنات، الا بغيتي تاخذوا شي فيتامين حاولوا ما تشربوش بالحليب او لا بدانون او لا تبعوا لي اتاي، يعني فوسط التغذيه ديالكم تشربوه بكاس كبير ديال الماء يكفي. بغيتو تاخذوا شي مشروب يعني بعد الاخذ ديال الفيتامين ولا بعد التغذيه ديالكم بواحد ساعتين ولا ثلاثه الساعات، حيت كاين الشاي تيهرس لنا بزاف ديال تيهرس لنا الحديد، ما تيخليش الامتصاص ديال الحديد في الدم، وكذلك الكالسيوم ولي فيتامين ما تيخليناش نستافدو منهم. جوج حبات في اليوم. الا جاتكم بعد الاكل جاكم قاسح يعني حيت الفنيده شويه غليظه ضراتكم ما قدرتوش عليها، ديروها وسط الاكل، تاكلوا شويه وتشربوها وديروها وسط الاكل. سيميو تاخذوه في الفطور ومع ديك 7-8 ان شاء الله تعودوا تاخذوا الحبه الاخرى. غادي نقلب لكم باش نصوروا لكم اكثر ونقربكم من الثمن ديالو. بالنسبه للبريغنيكار اليتمو يعني خبير في التغذيه تنصح به خلال فتره الرضاعه ابخي الغروسيس، غني بالاوميغا 3 كيف قلت لكم ليه هي عنصر مهم في نمو الدماغ والبصل لدى الرضيع، ملي تاخذوه تيعاون بزاف في الدماغ ديال الطفل، في الذكاء ديال الطفل، وفي البصر ديالو في النظر ديالو تيساعدو كذلك. بالنسبه لهذا تيتخذ ابخي لا غروسيس يعني من بعد الولاده ديالك مباشره تقدري تاخديه، غني بالاوميغا 3 كي قلت لكم، الكالسيوم، فيتامين دي، اوتر فيتامين اي مينيرو. الثمن ديالو اللي شي شويه قاسح ولكن يستاهل، دير 299 درهم ولكن يستاهل الثمن ديالو، يعني حيت فيه مكونات جد مهمه وفيه مكونات اللي ما تلقاوهمش في لي زوت كومبليمون اليمونتير. جمعنا بزاف ديال الحوايج. انتم شوفوا لي فيتامين اللي فيه، الفيتامين دي او ك سي، انتم راكم تقراوهم كلهم، الكالسيوم، المغنيسيوم، الفير، الزنك، الكويفر، سيلينيوم، اليود،
لوميغا 3 بواحد التركيز اللي عالي 600 ملي غرام 300 دي اش ا اي 60 ملي غرام او بي ا. تنصحوا به بزاف ديال الاطباء، يعني سيدات المرضع اللي تتكون عندهم العيال، اللي تيكون الثمن ديالو كيف قلت لكم متواجد في الصيدليه، الثمن ديالو 299 درهم. ما متبعين مع كنتو متبعين تتشوفوا شي جينيكولوج او لا متبعين معاه وبغيتو تسولو عاد تاخدو سولو ما فيها درس، حيت انا وليت تنشوف بزاف ديال الاطباء ولاو تيكتبو بريكنيكال عند السيدات اللي تيكون عندهم داك العيا من بعد الوضع ديالهم، من بعد لاكوشمون، يعني من بعد الولاده ديالهم تيكون عندهم العيا بزاف، تيكون عندهم اكتئاب، تيكون عندهم الحليب قليل، تيتعصبوا بزاف، تيكون داك الطفل منين تيتزاد ما تيكونش فيه واحد لو بوا اللي مزيان. يعني نعاونو بريوسنا بهاد لي فيتامين الا كنا محتاجين ليه، كيف تنقول لكم ديما راكي تبارك الله تترضعي تاكلي مزيان تشربي مزيان، الحليب عندك كتير، الطفل ديالك مزيان، تغدي تاكلي الفواكه جميع الفواكه، تاخدي الديسير، شربوا الحريره ديال الدجيشه البلبوله، شربوا الحليب بزاف، الفرماج، البيض، التغذيه كانت عندك مهمه، والتغذيه كنتي تاخدي التغذيه اللي تكفيك وتكفي الطفل ديالك، ما كاينلاش تاخديه كنتي بحاجه ليه، خديه واستشروا الطبيب ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر. غادي نعرفكم دابا هذا بالنسبه لهذا الكومبليمون اليمونتيغ، راه ماشي تيفتح الشهيه ولكن تيعاود لنا في ادرار الحليب، يعني ماشي غادي لك يجيب لك الشهيه، تيعاوننا فقط في ادرار ديال الحليب، وتيعاوننا فقط في الطاقه ديالنا وفي الجسم ديالنا وفي الشعر الاظافر كيف قلت لكم البشره ديالنا. بالنسبه لغادي نحط لكم كاينين سيدات اللي تيعانيو من ديك فقد الشهيه من بعد الوضع وتيبغيو شي حاجه اللي تاكلهم، ان شاء الله غادي نحط لكم كومبليمون اليمونتيغ لفتح الشهيه بالنسبه للسيده المرضعه. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى فيديو آخر إن شاء الله، وخليوا لي في صندوق الوصف إلى بتوني نهضر لكم على شي موضوع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والله يخليكم، بارطاجيو لي لا فيديو ديالي، إلى عجبكم بارطاجيو في الصفحات ديال الفيسبوك ديالكم، بارطاجيو مع العائلة ديالكم في الواتساب ديك الجروب واتساب ولا لي ستاتي ديالكم، باش هكا تعرف القناة ديالي كتر، حيت كاينين الناس بزاف اللي تيسحبهم واش أنا باقا على ديك القناة القديمة وما تنطلعش ليهم، اللي تنقول لهم واش تشوفوا لي فيديو ديالي تيقول لي ما تطلعيش لنا. الله يعطيكم الستر، إلا كنت عجبكم وكنتو بغيتوا هاد القناة وتبقى مفيدة ومزيد من العطاء، بارطاجيو ليا لي فيديو ديالي في صفحات الفيسبوك، طلبوا من الناس يديروا ابوني باش يوصلهم ديما الجديد، وديروا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله، إن شاء الله نتلقاو فيديو آخر.